بونجور مشير، جيسبر كو فوز بيا. السلام عليكم اعزائي، اتمنى ان تكونوا بصحه جيده. فيديو اليوم هو تتمه للدرس السابق لعناصر الجمله. هنا سنركز على لو فيرب كعنصر من عناصر الاساسيه لتكوين جمله مفيده، وبعد ذلك تكوين نص سواء كتابي او شفوي، لتتمكنون من التحدث والكتابه بطلاقه باللغه الفرنسيه ان شاء الله. اذا ابقوا معي ولا تنسوني بالاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كومونس افيك لا ديفينيسيون دو فيرب، يعني اول شيء نبدا به هو تعريف هذا الفعل. ما هو لو فيرب او الفعل؟ سي ان مو كي اكسبريم سوا اون اكسيون سوا ان ايتا، يعني هو كلمه تعبر عن حركه او نشاط. اون اكسيون، مثال لونفون جو، الطفل يلعب. جو هذا فعل حركة، يعني الطفل ماذا يفعل؟ يلعب، حركة أو نشاط، يقوم بنشاط. أيضا جو مونج، أنا آكل. آكل أقوم بحركة، نشاط، يعني نشاط آكل. فعل هو أو مونجي سي أن فيرب داكسيون، أقوم بحركة. باغ كونطخ هناك أفعال ديتا، يعني تعبر عن الحالات، مثال جو سوي مالاد، أنا مريض. كي أقول أنا مريض بالفرنسية يجب أن أضيف فعل الذي يسهل لنا التعبير عن الحالة التي أنا فيها. verb d'état، verb d'état كمثال verb être. هناك أفعال أخرى، إذا je suis malade تعبر عن الحالة. deuxième point la forme du verbe، النقطة الثانية شكل الفعل في الجملة، شكل الفعل في الجملة. إذا le verbe peut être soit à l'infinitif soit conjugué، معناه أن الفعل يمكن أن يكون الانفينيتيف، يعني غير مصرف كمصدر على طبيعته من غير أن يلحق ترمينيزون أو نهايته أي تغيير. وقد قسم اون كلاس لفيرب اون تخوا جروب، يعني في الفرنسية قسمت الأفعال الانفينيتيف إلى ثلاث مجموعات، تخوا جروب. كوم إل بوت إتر كونجوغي، كما يمكن أن يكون هذا الفعل كونجوغي أو مصرف، يعني الشكل الفعل هو مصرف. وهنا في هذه الحالة لا terminaison change selon le temps et la personne، نهاية الفعل، يعني الفعل النهاية ديالو الحرف النهائي، الحروف النهائية تتغير على حسب ماذا؟ على حسب الزمان المصرف فيه هذا الفعل، أو على حسب الأشخاص أو الحيوان أو الجماد، يعني لي برونو بيرسونيل أو سوا لي برونو بيرسونيل سوا لو سوجي. لو سوجي كما شرحنا من قبل، ان كما شرحنا في الفيديو السابق ان الفعل يتبع فاعله، الفعل يتبع فاعله. لاحظوا الجمله جو بارل، انا اتحدث. اذا لا تيرمينيزون هنا جو بارل سي كوا؟ سي او او. اذا او لماذا؟ لان انا جو. اذا غيرنا جو وعملنا تو سنقول تو بارل افيك او اس. اذا قلنا نو نو نحن نو بارلون افيك او ان اس. اذا هنا ملاحظه ان التيرمينيزون او نهايه الحرف الفعل تتغير على حسب الاشخاص او الزمان. ثالثاً بوان لي تخوا غروب دو فيرب، النقطه الثالثه الثلاث مجموعات للأفعال. لأن كما قلت في الفرنسية dans la langue française on a trois groupes du verbe، عندنا في اللغة الفرنسية ثلاث مجموعات من الأفعال. الأفعال الانفينيتيف، يعني غير مصرفة. نبدأ مع le premier groupe، le verbe du premier groupe، أفعال المجموعة الأولى تنتهي avec er، مثلا le verbe parler manger جوي. parler لاحظوا نهايته er، manger تنتهي ب er، jouer تنتهي ب er. parler يتحدث، manger يأكل، jouer يلعب. إذا هذه أفعال المجموعة الأولى، يعني tous les verbes de premier groupe se terminent avec er sauf aller. aller هو فعل ينتهي ب er ولكن هو فعل من المجموعة الثالثة. المجموعة الثانية أو deuxième groupe هم أفعال التي تنتهي avec ir، مجموعة ثانية تنتهي على infinitive
كما قلنا في الفرنسية قسموها لماذا؟ لتسهيل تصريف، تنتهي كلها بإي آخ لأنها تتشابه. قاموا بتقسيمها إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى كلها تتشابه، المجموعة الثانية كذلك avec IR، مثلا le verbe finir، finir avec IR، finir انتهى، choisir IR، اختار، réussir IR، نجح. إذن لماذا قسموها؟ لتسهيل حفظ أو عند القيام بحفظ la conjugaison أو الصرف والتحويل باللغة الفرنسية يكون أمر سهلا، بخلاف المجموعة الثالثة أو les verbes de troisième groupe. ماذا فعلوا فيها؟ وضعوا فيها جميع الأفعال التي لا تتشابه مع المجموعة الأولى والثانية في التصريف، بحيث أن الأفعال الأولى والثانية نحتفظ بالغاديكال أو أصل الفعل ويتغير فقط la terminaison. أما الأفعال de troisième groupe فإن la terminaison تتغير ولو غاديكال يتغير أيضا. مثال الأفعال التي تنتهي بإي آخ، مثل الفيرب سورتير. الأفعال التي تنتهي بإر أو، مثال الفيرب بخوندر. الأفعال التي تنتهي بواغ، الفيرب سافواغ. إذن سورتير، بخوندر، كاتريام بوان، لي طون دو كونجوغيزون. في النقطة الرابعة سأتطرق إلى أزمنة الصرف، ولكن يجب التنبيه هنا فقط اكتفينا بما هو بسيط وسهل لكي تفهمه، لم ندخل في ولم نتعمق في لا كونجوغيزون، يعني قسمنا فقط الازمنه المعروفه عندنا وهي لو باسي الماضي، لو باسي الماضي، لو بريزون الحاضر كما تعرفون، le présent الحاضر، et le futur المستقبل، le futur المستقبل. ولكن في الفرنسية توجد عدة، يعني نجد عدة ماضي، يعني عدة passé. on trouve le passé composé, le passé simple, le passé antérieur. إذن عدة أزمنة، l'imparfait، يعني عدة أزمنة تدل على الماضي وليس فقط هذا الذي عندنا. كمثال le chat a attrapé la souris، le chat a attrapé la souris، le verbe attraper. attraper هنا صرفناه في passé composé، لماذا؟ يتكون من l'auxiliaire avoir plus le participe passé. le chat a attrapé la souris، القط أمسك بالفأر، أمسك في الماضي، استعملنا passé composé. أما إذا صرفناه في le présent أو الحاضر سنقول le chat attrape la souris، le chat attrape la souris، القط يمسك بالفأر في هذه اللحظة، le chat attrape la souris. الحاضر، هناك حاضر واحد في الفرنسية ولكن الماضي عدة أنواع من الماضي، يعني عدة أزمنة على حسب الحالات. le futur هنا عدة futur أيضا، le chat attrapera la souris. attraper conjugué au futur simple ici، صرف في le futur simple، le chat attrapera la souris، la terminaison ra، إذن le futur simple. وصلنا إلى نهاية ولم يبقى لنا إلا القول merci bien pour vous tous، شكرا لكم جميعا، ولا تنسونا بسابوني أو اشتراك، تفعيل جرس، وإعجاب أو لايك أو جيم لمحتوى القناة لكي تدعمونا، لكي يصلكم دائما الجديد ونعطي أكثر.